عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم جبنا لكم موهبة تونسية استثنائية ينشط في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني. يعد اللاعب هذا من أبرز المواهب الشابة في النادي وفي إسبانيا، حيث تمكن الموسم الحالي من تحقيق أرقام قياسية تبشر بكل خير. هذا اللي خلق ضجة كبيرة وخلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تحكي عن اللاعب وتتأمل التحاقه بالمنتخب التونسي في المستقبل. في المقطع هذا مش نقدم لكم بعض المعلومات اللي تنقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن اللاعب وشكون اللاعب هذا بالضبط. لكن قبل كل شيء ما تنساش تعمل جيم للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة باش تكون أول من يوصلك جديدنا. الموهبة التونسية هذا اسمه آدم غارسيا سيد، عمره 11 سنة فقط، وهو من مواليد سنة 2011. ولد اللاعب بمدريد من أب تونسي وأم إسبانية، وقد نشأ في قطاع المدارس التابعة لريال مدريد من سنة 2016 لحتى سنة 2021. ويقتل الموهبة التونسية حاليا في العاصمة الإسبانية إلى جانب أفراد عائلته ويتابع دراسته هناك. اللاعب هذا الحقيقة فما برشا جماهير تونسية تعرفه وتتبع فيه وتتنبأ له أنه باش يكون نجم عالمي في المستقبل، كما يتمنوا زادة أنه اللاعب ينجح في مسيرته ويسير على طريق كل من اللاعب حنبع المجبري وعمر الرقيق ويمثل منتخبنا الوطني التونسي في قادم الأيام. وحسب ما أكدوا موقع العربي الجديد، فقد تلقى السيد هذا الموسم مفاجأة سارة من مسؤولي ريال مدريد والذين قرروا دمجه في فئة الناشئين ليحقق المهاجم الصغير أرقاما خيالية، إذ أحرز 41 هدف خلال 25 مباراة بمعدل يبلغ 1.64 هدف في اللقاء الواحد، وهي أكيد تعتبر نسبة عالية جدا قياسا بعدد أهداف فريقه في الموسم الحالي، والمقدر ب 150 هدف. هذا طبعا وفق ما أشار إليه النادي الملكي على موقعه الرسمي. وبحسب صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لأكاديمية ريال مدريد، فإن غارسيا يعد ثاني أفضل هداف في كل الفئات السنية. هذا ما يفسر المكان المميز اللي يحظى بها في صفوف النادي الملكي، فيما لم يتضح إلى حد الآن موقف اللاعب من تمثيل تونس أو إسبانيا عندما يكبر ويصبح شابا قادرا على تحديد مستقبله الدولي. وفي الحقيقة رغم صغر سن اللاعب هذا، نتمناو له أنه يبرز في قادم الأيام، لأنه كما نعرفوا الناس لكل الظروف باش تتبدل وماهيش باش تبقى كما هي، وما عليه إلا بالعمل وبذل جهد أكبر لتطوير مستواه. وعلاش لا يجي نهار ويلعب لفائدة منتخبنا التونسي إلى جانب كل من حنبع المجبري وإسماعيل الغربي. لهنا نكونوا كملنا الفيديو متاعنا، شكرا على المتابعة، ما تنساش تنزل جيم للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناة، وطوى معليا كنقول لكم سلام.